الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون الزراعة، أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة بنتكلم بناء على طلب الجماهير، يعني هو الأخ فهيد الهمزاني في المملكة العربية السعودية، صديق قديم، يعني طلب إن أنا أوضح له بس حاجة عن الكبريت الزراعي أو الكبريت عموما. الكبريت بيتكون من حاجتين، من نوعين، في نوع اسمه كبريت زراعي وفي كبريت مكروني. تمام، الكبريت المكروني ده حاجة هنتكلم فيها بعدين وهنوضح الفرق بينه وبين الكبريت الزراعي. احنا النهاردة هنتكلم عن الكبريت الزراعي اللي احنا بنضيفه، اللي هو موجود قدام حضرتك في الصورة ده. تمام، وطبعا بتنتجه في مصر عندنا شركة كفر الزيات. تمام، فالكبريت الزراعي يا جماعة ده له عدة استخدامات. أولا، الكبريت في حد ذاته ده عنصر من العناصر اللي بتغذى عليها النبات، عنصر من العناصر اللي بتغذى عليها النبات. ولك أن تتخيل أن فدان الذرة في السنة الواحدة بيزيل 56 كيلو جرام كبريت، بيزيل 18 كيلو كبريت لكل هكتار. يعني لو زرعت هكتار هكتار ذرة شامية، بيزيل الهكتار ده هو اللي هو 2 فدان ونص، بيزيل تقريبا، يعني بيزيل 18 كيلو. اللي بعد بيأتي بعده في الأهمية البرسيم، بيزيل 36 كيلو. فول الصويا بيزيل الهكتار الواحد بيزيل 12 كيلو كبريت. الـ 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 الكانولا اللي بتصنع منها الزيوت بيتشال منها 14 كيلو. اذا فالكبريت عنصر مهم، طبعا عنصر مهم جدا 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 بالنسبه للنبات. اذا فده الكبريت كعنصر. طيب، مصادر الكبريت ايه يا جماعه؟ انا قلت لك قبل كده المصادر بتاعت اللحمه، البروتين مثلا، اللحمه فيها بروتين، الفول الصويا في بروتين، البيض في بروتين، السمك في بروتين. كذلك احنا عايزين المصدر بتاع الكبريت، فين بنجيبه من الكبريت في بالنسبه لاستخداماتنا احنا او المواد اللي احنا بنستخدمها. في كبريت زراعي اللي هو 98 او 99% بتنتجه زي ما قلت شركه كفر الزيات، وده بنضيفه في مصر. تمام، بنضيف منه 100 كيلو للفدان، ما فيش اي مشكل في كده خالص. تمام، في ايه تاني؟ جميع الـ الأسمدة اللي أنت بتضيفها في صورة صلفة فهي تحتوي على 24% كبريت، يعني صلفات النشادر، صلفات البوتاسيوم، كل دي، صلفات المغنيسيوم، صلفات الحديدوز، صلفات المنجنيز، صلفات كل ده يا جماعة بيبقى فيه كبريت زراعي. تمام، صلفة يعني كبريت. تمام، يعني كبريتات بوتاسيوم، كبريتات نشادر وهكذا، يعني تمام، دي فيها كلها عنصر كبريت ولكنه غير ميسر أو بياخد فترة كبيرة عشان يبقى ميسر للنبات. طب أمال إيه اللي ميسر على طول؟ الكبريت اللي انت بتضيفه بالنسبه ليه؟ لان نسبته عاليه. يعني انت لو قارنت سلفات البوتاسيوم في 24% كبريت، لو قلت سلفات المغنيسيوم كذلك، لو قلت سلفات النشادر او سلفات الامونيوم كذلك 24%. اما الكبريت بقى اللي انت بتجيبه بقى اللي هو الكبريت الزراعي ده، لا، في 99%، اذا في كميته عاليه وتلاقيه ميسر للنبات. تمام، زمان كانوا بيعلمونا ان الجو نفسه قد يمتص النبات نفسه الكبريت يا جماعه من الجو نفسه، بياخد الكبريت من الجو. ليه؟ لان في نسبه عاليه من ثاني اكسيد الكبريت. بيقولوا الاول كان نتيجه الانفجارات اللي بتحصل والحاجه، البراكين والحاجات ديت، كانت 98، دلوقتي انخفضت بقت 2% نسبه ثاني اكسيد الكبريت. ولكن احنا بنقول في تلوث عالي وفي استخدامات عاليه للسيارات اللي هي بيحصل فيه نسبة عالية في الكبريت في الجو، اللي هي على ثاني أكسيد الكبريت، النبات بيمتصها من خلال الصغور اللي موجودة في الأوراق. ما علينا من القصة دي بحالها، المهم أنت عندك الكبريت ليه المصادر بتاعته، قلنا بتضيفه في صورة الصلفة اللي أنت بتضيفها الأسمدة، وبتضيفه في صورة الكبريت اللي أنت بتحطه. الكبريت ده يا جماعة بيقولوا فيه قصص وحكايات وروايات، واللي يقول لصديق الفلاح، واللي يقول للجندي المجهول، واللي يقول لي القصص دي بحالها. إيه قصة الكبريت دي؟ ليه كذا استخدام؟ احنا بنستخدمه كذا استخدام. اول استخدام فيه احنا بنستخدمه كعنصر للنبات، ودي ما حدش يقدر يتكلم فيه. تاني عنصر اللي هو فيه شك، او انا عن نفسي ما بايدهوش قوي، يعني ان هو مطهر للتربه. الكبريت يعني شوف، انا عايزك تبقى عندك ارض فيها، يعني ممكن يحافظ، يعني لو الارض ما فيهاش اعفان ولا حاجه ممكن يحافظ. اما كونه ان هو يعني من كنترول، متحكم رئيسي في قصة ان
اللي هو يمنع العفان، الكلام ده مش مظبوط. وعن تجارب، وانا راجل في المجال من سنين يعني، تمام، هو ممكن لو الارض بتاعتك كويسه يحافظ ان هي ايه، ما يجيلهاش اعفان جذور، ولا يجيلهاش الفطريات او البكتيريا، يساعد في كده. اما يا جماعه ان هو يمنع، لا، ديت صعبه جدا. الكبريت ضعيف، وما احنا بنحط اعتى المبيدات يونيفورم واتشجرين، وبنحط المنكت، وبنحط الروزلكس، وبنحط السيرام، وبنحط القصه الليله الكبيره دي بحالها، ما بتعملناش حاجه. اذا ففي حاجه معينه الكبريت ده خارج نطاق الخدمه، تمام. اما عنصر على راسي من فوق، عنصر مغذي ما حدش يقدر يتكلم فيه، بيخفض البي اتش بتاع التربه الحموضه طبعا، على راسنا من فوق ما يقدرش حد يتنفس فيه، ده احنا بنضيف حمض الكبريتيك كمان بالنسبه ل اجهزه الري الحديثه، بنضيف حمض الكبريتيك. وانا بوصي انك لو قدرت تضيف حمض الكبريتيك قبل ما تسمد، يعني انت النهارده دلوقتي هتسمد، يعني ما تضيفش شط حمض كبريتيك، ماشي، 2 كيلو بس الفدان او كيلو ونص في الفدان قبل التسميده الرئيسيه، هيخفض لك البي اتش، سمد وراها هتلاقي العمليه ميسره، منطقه الجذور او الروت زون عندك هتلاقيها ممتازه جدا، والامتصاص ماشي على 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 ما يرام يعني، تمام. دي تاني حاجه. يبقى قلنا ان هو رقم واحد ان هو عنصر مغذي على راسنا من فوق، ينزل البي اتش طبعا، ما حدش يقدر يتكلم في دي، ولكن مؤقت يا جماعه، تنزيل البي اتش هيكون مؤقت. معلش هطول شويه والله، مش عارف الم الموضوع، لان سبحان الله الناس كلها مستعجله، مش عارف مستعجله على ايه يعني. ك ك ك ك كعنصر مغذي على راسنا من فوق، كمخفض البي اتش على راسنا من فوق، كمطهر للتربه اذا ما كانش فيها اساسا، ممكن ها يعني يساعد. بعد كده بنقول ان هو بيترش كدست، على فكره في كبريت ناعم وفي محبب، ده الدست ده هو الناعم ده بنرشه دلوقتي، ابتدوا يشوفوا عشان طبعا ما يعملش تلوث في وما يطرش كتير او يفقد منه كتير اثناء المعامله بتاعته، ابتدوا يعملوا الكبريت اللي هو المحبب اللي انت بتشوفه بيتعرض قدامك على الفيديو ده، وبيقعد فتره كبيره في التربه بخلاف الكبريت الناعم، تمام. بنحس بقى ان هو طيب، بالنسبه لان هو يعمل عمليه طرد للحشرات وطرد للحاجات ديت، ممكن يا جماعه واحنا طلعنا واحنا صغيرين بنشوف اهالينا الطيبين بيقوموا الصبح من بدري وبيعملوا عمليه تعفير القرعيات مثلا او الطماطم، بيقوموا الصبح بدري ويجيبوا خيشه كده ويحطوا فيها الكبريت ويقعدوا يحطوا، عشان الندى بيبقى الصبح نازل على النبات وبيمسك الكبريت ما يطرش والجو بيبقى ساكن، بيقوم بيصحي الصبح من بدري يحطوا الكبريت على القرعيات مثلا الكوسه وعلى الخيار الصغير وعلى الطماطم، والحاجات ديت معروفه الى حد ما برضه بيساعد في الامراض الفطريه وفي الامراض الحشريه وفي الامراض الاكروسيه، ولكن برضه بقدر معلوم برضه مش هنعتمد في كل حالاتنا عليه. استخدام تاني برضه للكبريت ده بيحصل في بلدي مصر، ان احنا لما يكون عندنا طماطم وعايزين نحمرها بنبدا نرش كبريت الزراعي او نعفرها بالكبريت، وديت حاجه طبعا اكيد الكبريت بيدفي وبيساعد في تحويل الصبغات بتاعت الطماطم، ده شيء اكيد. فبنعطش النبات شويه لما عايزين نحمر الطماطم، وبنبدا نجيب العفارات اللي هي الزهريه وبتبدا نعفر بيها الطماطم عندنا بالنسبة بالكبريت اللي هو الناعم، تمام. بالنسبة برضو للكبريت طبعا، انت لما بتاكل بصل كده بتحس مناخيرك يا جدع، انت ابتدت تجيب كل اللي فيها وعينك ما انت شايف فيها. على فكرة المواد الطيارة اللي هي بتعمل كده اساس تصنيعها اساسا الكبريت، فالكبريت عنصر مهم جدا 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 بالنسبة للنبات، سواء بالنسبة كعنصر غذائي او كخافض للبي اتش او ك كاستخداماته في استخداماته في طرد الحشرات الى حد ما، كمساعد كمساعد في التحكم بالنسبه للاعفان الجذور والفطريات الضاره، كل ده شيء محمود للكبريت، ويستاهل يتقال عليه زي ما بيقولوا الجندي المجهول او صديق الفلاح، قولها زي ما تقولها. بتمنى ان انا اكون يعني الى حد ما اجزت واوجزت يعني في ان انا الم حته الايه الكبريت الزراعي، عشان اخواننا المزارعين بيسالوا فيها كتير. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى